كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. لقاء تصوري باش نقدموا الفعاليات ديال إقليم صويرة، البرنامج ديال الوكالة التنمية مناطق الواحات وأسس الأركان في أفق 2030. كانت واحد الاستراتيجية اللي صدقنا عليها في 2010 من 2020 وقدمت نتائج ديالها الحمد لله. كانت هناك برامج جيدة حيث كانت تحسين ديال جميع المؤشرات السوسيو اقتصادية ديال الإقليم، واليوم كيخصنا نجدو يعني استراتيجية جديدة في أفق 2030 واللي غادية مع الاستراتيجيات الوطنية اللي يعني متفق عليها الجميع. اليوم بغينا يعني واحد المشروع اللي غادي في ثلاثة ديال المحاور. أولا المحور ديال التنمية يعني ديال هاد المنظومة الإيكولوجية ديال أركان، كتعرفوا صويرة هي إقليم اللي في أركان بامتياز واللي الساكنة يعني متشبتة يعني الأركان وكذلك بالاستغلال ديالو، وكاين تحسين العيش الكريم ديال الساكنة. غادي نزيدوا في المشاريع الاجتماعية كالتمدرس والصحة وفك العزلة والكهرباء القروية ويعني جميع التجهيزات الأساسية، وكذلك غادي نتوجهوا لتنمية الاقتصاد لا سيما في المجال القروي فيما يخص الاقتصاد التضامني، لأن الإقليم عنده يعني واحد العدد ديال المجالات وواحد العدد ديال المنتوجات المحلية اللي خص يكون التثمين ديالها، وخص نخدموا في السياحة القروية، نخدموا في الصناعة التقليدية، نخدموا كذلك في تثمين المنتوجات المحلية ونواكبوا الشباب والنساء وجميع الشرائح يعني الساكنة ديال صويرة.